السلام عليكم اسماء، مرحبا بكم في كوزينة نعرف. النهارده ان شاء الله هذيك تقير جيلا غوسات ناكله سريعه، يعني ماشي دغيا دغيا. هذيك تقير بوريتو، ولكن شدنا من نتقى بوريتو نذكر بدكي بيه بعد ما قدير نحتاج ثلاث معلقه زيت كي غادي نتثل مع التكمر، يعني تقريبا 600 غرام، 100 غرام نار الرز، سوج دخنين طوماطيشين، ثلاثه نبصر غاري يوغو طبيعي، رخج عصير الليمون، زيت الزيتون، غاري بيبروني نيغ، المهم في قسط ني خالابينوس، ملي تعجبك الخالابينوس عاد حسن، غاري كاري، تنجحت در يبزة، در خرقو، در الشمون، غاري غادي نتاثي الشاس، غانا غادي نتا سكنجبة، شوية القصبة، غاري غادي نتا بيبينو، إيد شوية النعناع. يمي هو داك التنيق هو ديجن كنور ويا زير، هاديك السيغ يجن مضمط ويا زير، يجن لأنه غادي يبيع بويون، نزيد هاديك السيغ كنور ويا زير، يعني الزواق أنا نغنم كاديك السيغ موش تن يجن تبسط، عاد نقصتها مزيان، الحجم موت يا حرامين، المهم تزدات القبيحية. هذه سكرتين فنجان تاع القرانين، مزيتش الزيتون، السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ ان شاء الله كلكم بخير. غندير لكم ان شاء الله اليوم لا غوسات ديال بوريتو، ولكن واحد بوريتو كيجي في بلاصه كيجي لذيذ بزاف. بديت هنايا غنوجد الرز، درت هنايا واحد سلا صغيرة غنشحرها، طبعا لغوسات البنات غتلقاوها دائما في صندوق الوصف مكتوبة بالعربية بالفرونسي أونجلي ونسبانيول وبالألمانية، طبعا حتى بالألمانية مكتوبة، دائما المقادير ديالي مكتوبين في صندوق الوصف. البنات اللي كيسولو ليلى فين مكتوبين المقادير ديالك، دائما مكتوبين في صندوق الوصف البنات بالغرام مليليتر، واخا كنهضر بالريفيه ولكن المقادير كما نقول دائما في صندوق الوصف خمسه ديال اللغات. صافي راه غادي نشحها ولا نرصدها، غادي نسقيها الروز، جوج دغاروز وثلاثة د الزواقة، خليني غير هي غادي تحوايج ماني ماليك غاري الوقت اللي قضي الزيت الماء ويا زيت اتشحى اتك غتشعر مرق اتجي غتنقى، وغاري بور وقت كني تمرا غا كتروق تبدا تزيد الماء ويا زيت. صافي ومي شحى لي ساني غارو يسيادو، غندير فيه هاد كنور ديال الدجاج ولا عندكم بغيو عاد حسن، لساني غزين تنشفتو مزيان نخرقو، هاديك شوية نتشيلي دروس يا حرامي دروس، لأن بوريتو نورمالمون تعطيش فيه قسط غي دروس نتي قسط اختياري، درت هنايا شويه ديال الحار البنات ولكن اختياري، غندير شويه ديال الكمون، نص ديال المعلقه ديال الكمون، ازين طنجاش طا مزيان نرشمون، صافي غير بكا ثان ومان اسنقصي غير بوتاكاز غير 200 مليليتر نومان، لان البسماتي بسماتي وتحوج بويا تصممان تقضي سنين موان، وني الرز عادي تقضي ثلاثه موان مان، بسماتي تقضي سنين موان مان، المقدار يغير نار الرز، يعني مثلا غير 100 غرام نار الرز غير 200 مليليتر نومان. نخذ سنج نتبسط شي ثاني تاع الزكوار، هذا كنتسنى من صغانك، غتنقص حتى الزبد، غتنقص
غنغسل قصف فمو داز زداد داز زداد كما كتشوفوا البنات. دابا قطعت هاد البصله الحمراء، انا خديت الحمراء من احسن تكون عندكم هاد الحمراء. دابا غنوريكم شنو غنديروا. هادي سي غير خرج غادي الخرج نتفح، اي الخرج راه كدي هدا. هادي سي غير 100 مليليتر من الخرج، غناخذ واحد 100 مليليتر ديال الخل غنديرو هنايا في هاد البصل، و 100 مليليتر و 100 مليليتر ديال الماء، شويه ديال الملحه، شويه ديال المتجحد تاع الحرامين، غير دروس غير زين طنجره طوم مزيان متجحد. دير هكا شي نص فار ربع معلقه ديال الملحه، ديرو هنايا في هاد البصل ونخليه دابا يترقد. خذ سيرة مو تناغوية زيت قصة، كما قلت البنات ولا عندكم الوقت وجدوا الاول هاد الصدر ديال الدجاج وخليوه يترقد. انا ما عنديش الوقت داخله من الخدمه غنديرو زروه طيه طيه، ما غنخليش يترقد، وقلت ما غننجمكمش بهاد لا غوسيت. غنغيزيو القصيفه مول مربعات يعني شوا ليس غريوغو طبيعي، ليس غريوغو بسم الله واحد نايل ثلاثة طنجرين تم قرانين ليس غريبزة غيامو يجينا أربعين طنجرة تم زيا نكثر الجهد شقيرباني تا ثلاثة طنجرة تم زيا تم الجهد ملعقة صغيرة ديال الملحة وهاديك سير معصر من الليمون اثنين طنجرتين قرانين عصير الليمون، اثنين طنجرتين قرانين زشت الزيتون، غنحك شوية من سكنجبة رقدها كنت طري من وغات نشر منين طري كنت ونين بوربون غني أزين طنجرتها مزيان تشفى. كما قلت البنات غنحك ليا شوية ديال سكنجبير ولا عندكم هاد الطري ولا ما عندكمش ديرو نص معلقه ديال السكنجبير اللي مطحون. هي انا حكرش اثنين فيشه اثنين جدي في تيشه من تور ذي حرامين هو ذي راتوا المسالة مرق غاكنت استعملت راتوا المسالة مرق غاكنت ونجيبو له بودة مرق غاكنت يصبح يصبح لغوستة هل كفاني تتغن جشتو مزيان مهم ده كنت تاريخ ميديو واحد حرامين زند ونرعتو هاي هندوين دايس كلشي بس راه تاع الصباح حنا هاد الحرامين الصباح هي الى وسط عاد كثر. ايوا طبعا عندك شويه من كاري ازيد طنجره مزيان
زوين. خصيا تسير الخوتي فاول لان كيتقرب بالمغرب صافي. دورو غتويري خلو ديك الكوزينه هي باش نقلى الصوص. نحتاج يوغورت خصيت على حساب شحال خسرت. كيغفاني تا ثلاثة بغا نجي نتا بكرانيل. غنحتاج شوية البيبينو غتنقص دا الزداد غير ديس الحرامين اك يوغورت اكيسكر شويه البصل داني شويه تاع المهم ازي التبصلت كيس هكا نضرب سرد مش سقان بيبينو اكيس شويه نتمجاح اربع طنجات مزيان يا كيس شويه نرشمون نجسو ثم معبوم مليح نرشمون كما قلت البنات حنايا البصله والخيار ويوغورت درت معاها درت معاهم شويه ديال الملح وشويه ديال الكمون فنص معلقه ولا ربع ديال معلقه ديال الملح وملعقه صغيره ما عمرش مزيان ديال الكمون ميدي تري متر مريج لاصوص تقر امون سنج عايز قشوه القصبه امو فرنجاش مرث ومش تقبيت امون القصبه عايز قشوه النعناع افريون وهنا النعناع يسقى في الشاف نين نجدي في نتي الشاف هذا يسقى في الزج الزيتون هايشتن هاثنايا هذا يسقى شوية بانيوس نا بيبروني نعمين غاكت شي سيرينا ني غاكت مرة غاكت خلا بانيوس يتعجبها كنت في قصة الحسن هايجل هاثنايا عايز غريشتن وعاد كمل اثنين وعمرتهم مليح اثنين طنجات تبخانين وعمرتهم مليح هانيش دوزيام ملعقه ونص ديال يوب عصير الليمون هانت سواي اثنين طنجات تبخانين عصير الليمون غادير كما قلت غتلقاوهم دائما في صندوق الوصفه البنات مكتوبين المهم بالنص دابا غنطحن هادشي كلشي غادي ندير الخبز ديال المقله نتحمى غادي نسلق دروس نزج نورمال غير دروس غير انا نسوى هي مون المقله كما كتشوفوا البنات درت غير شويه ديال الزيت ما ديروش بزاف دابا غنقلي هادشي فيه ما كلشي كمل غير يداني تا البصل اللي نقد كمان هاني لاصوص اللي كنت كيغاو نكا النعناع يداني تا لاصوص يوغورت
ريتا من الطوماطيش دي بيبينو الروز اي دو يزيد باش نكمل هي مره اللي حرمين تفرجه اغروم من الواد طبعا حاجه غروم تورتيه نهار نجيب سوني تي توات لي سي غروم تورتيه بودات سي توني تا بودات جنت النيف بودات نزيد حونه عادي يعني شنو نولا نتكيف التورتيه انا اشتري نغاري نبدا مريش الحاج دغيا دغيا نشد بانير زيت المهم نهار يشي ولي فيها بقران يعني الاحسن تي لذا بقران مرة خصنا تقد لي هاد الضعف تقد لي كيغي كنت لا وصلت لي ويب باش نقول مشان خصنا تفرجنا وين امتحانات وعلى ما احسن انا كنت ساسر لي صندوق الوصف الوصفة نصل بالطريقة نصل كيما كنشوفو البنات خصنا الخبز ديال التورتيا ولا ديال الويب انا خديت هاد اليوم هاد ديال التوركة فخي كيديرو فخي كيديرو طري ممكن تاخدو هاد ديال الحانو ديال التورتيا ولا تاخدو ولا ديروا براسكم انا حطيت لكم واحد لا غوسيت ديال لي ويب بحال ديال الحانوت كيجيو زوبا زوبا المهم انا حطيت لكم لا غوسيت في صندوق الوصف اللي بغات ديروا فطارها ديروا بحال يعني مثلا اليوم راه طري احسن من ديال لي موجب انا في رمضان كيعجبني كلشي طري المهم سمس واقع نسي الروز الروز تيري واي بوجا شا كتعاود غير كنتي غادي حرامين تيري واي بوجا شا نكسير لاصوص يوغورت نكسير ربصر ربصر طبعا من ترى يرقد من ترى يتسد مخية نبدا اخلي ذا قضيب تقريبا نجمو قضيب نوسوم شوية طماطي شوية بيبينو يرخو خسنك لاصوصة السائلة خومي كمل غامو غير كجنر مقرا اثنقي ني غدي توستر ني غدي المهم دي مجس قان بانيني رم جس قان ني ان توست شويه يعني ممكن انت كنت قبل من يجن ساعتي المغاب ني عشان حاجه غير المغاب يلا نسي احمد امو كنت دي بانيني ني غدي امو دي مقرا نسي احمد واش نتقدم بينا البوريتو صنع نهارا هاكا كنت تبلا وسط النغة في حرامين هاكا كنت بوريتو مش تفغن تفغن دا كنت عجبو نستغل دا كنت عجبو لأن إجن إكسبلوزيون من وين الأذواق ديس مختلفين لي صوص مختلفة الأذواق مختلفين أنا وما عجبنا أذي حرامين وما عجبنا وما لقد جبنا طبعا شنو ربدا تمني غادي تسكن تطبيق تنتقل الانستغرام خافي تعرف لي فيديو يا ني لي كومونتير سي الفيديو يا لو جدا كنت تفغر ما عجبنا كني غلا المهم البنات هادو هما بوريتو ديالنا اليوم كما كتشوفوا هكا كيخرجوا ان شاء الله تعجبكم لا غوسيت البنات غتعجبكم وانا متاكده انها غتعجبكم لحقاش كما قلت واحد اكسبلوزيون ديال الاذواق في الفم مع هادوك لي صوص مختلفين غيعجبكم بزاف بزاف طبعا كما قلت ما تنساونيش بالتعليق ديالكم ولي كومونتير تحت هذا الفيديو كيف جاكم عجبكم ولا لا وما كياخذوش بزاف ديال الوقت البنات كياخذوا
انا بتصور كل شيء خداو ليا ساعه وما ما كياخذوش حتى الساعه ما كياخذوش. ما تخافوش يعني وجد هادي وجد هادي وجد هادي اصحاب لكم راه تحتاج بزاف ديال الوقت ما كيحتاجوش بزاف ديال الوقت. هذه هي الوصفه ديالنا اليوم، نتمنى تعجبكم وبصحتكم وراحتكم، تشوفوا في مره اخرى ان شاء الله. سلامه.